وقال ابن العبري في صفحة 248: فجيش التونخان ملك الخطا 100,000 من شجعانه، وقدم عليهم أميرا من أمرائه وأنفذهم للقاء المغول، فلما وصلوا إليهم استحقروهم لقلتهم بالنسبة إليهم، وتهاونوا في أمرهم، وأرادوا أن يسوقوهم كما هم إلى ملكهم التونخان. يعني هؤلاء جماعة التونخان، هؤلاء الخطأ، استخفوا بالمغول لقلة عدد المغول. يقول: فلما وصلوا إليهم استحقروهم، استحقروا المغول لقلتهم بالنسبة إليهم، وتهاونوا في أمرهم، وأرادوا أن يسوقوهم كما هم إلى ملكهم التونخان ليفرجوا بهم عنه غمه، إذا هو ضرب عليهم حلقة وصادهم صيدا، فشغلهم المغول بفتور المكافحة، وأطمعوهم إلى أن وصلت الأفواج التي مع قان، جاءهم قان ومعه عساكر من المغول من التتار، فأوقعوا بعسكر الخطأ، ولم يفلت منهم إلا النزر، ولم يفلت منهم إلا النزر. وكان التونخان ملك الخطأ بمدينة تسمى نامكينك، فلما بلغه الخبر بما جرى على أصحابه ارتاع وأيس من حياة الدنيا، وجمع أولاده ونساءه وكل من يعز عليه، ودخلوا بيتا من بيوت الخشب، وأمر بضرب النار فيه، فاحترق هو ومن معه أنفة، أي يقول عزة وحمية، أنفة من الوقوع في أسر المغول. ودخلت عساكر المغول إلى المدينة، ونهبوا وأسروا البنين والبنات، وأمنوا الباقي، وفتحوا غيرها من المدن المشهورة، ورتب بها قان الشحاني، وضع فيها المحافظ، القائد العسكري، المسؤول الأمني، الحاكم العسكري، الحاكم المدني، ورتب بها قان الشحاني. وبينما هم مسرورون بفتح بلاد الخطأ، توفي تولي خان، وكان أحب الأخوة إلى قان، فاغتم لذلك كثيرا، وأمر أن زوجته تتولى تدبير عساكره، وكان لها من الأولاد 4 بنين: مونككا قوبلاي، مونككا وقوبلاي وهولاكا وأريغبوكا. فأحسنت تربية الأولاد، هذه أم هولاكو، فأحسنت تربية الأولاد وضبط الأصحاب، وكانت لبيبة مؤمنة تدين بدين النصرانية، تعظم محل المطارنة والرهبان، وتقتبس صلواتهم وبركتهم. وجعل القائد المغولي مخيمه على شاطئ نهر إتل. أنا يعني أخذ مقتبسات من كلام ابن العبري. يقول: وجعل القائد المغولي مخيمه على شاطئ نهر إتل، وغزا هذه النواحي، أي بلاد السقالبة واللان والروس والبلغار، فقتل فيها خلائق بلغ عددهم 270,000. 270. من أين علمت بهذا؟ هل كما يقول التيمية، كافتراءات التيمية، هل أخذ من نهج ابن تيمية ومن تدليس ابن تيمية ومن خزعبلات و روزخونيات وهمبلات وأكاذيب ابن تيمية؟ لا، يعلم بأن هذه أكاذيب وافتراءات وادعاءات، لكن أعطى سبب. يقول: علم ذلك، أي علم عددهم، من آذان القتلى التي قطعوها امتثالا لمرسوم قان، لأنه تقدم بقطع الأذن اليمنى من كل قتيل.